أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل، هذه السائلة تقول: زوجي يمنعني من الخروج إلى أهلي للسلام عليهم أو أقاربي، فإذا خرجت بدون إذنه هل علي شيء مع أنني ملتزمة بجميع أمور حياتي الزوجية؟ نعم، أنت يلزمك الاستئذان ولا تخرجي بغير إذن، ولكن هو لا يمنعك من صلة أرحامك وزيارتهم إلا إذا كان في هذا إضاعة حقه أو فيه مفسدة، لأنهم يفسدونها عليه ويغيرونها عليه، فله أن يمنعه. نعم.